بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإسلام دين التفاؤل والأمل والبهجة والسرور لمن عاش مع آيات القرآن ومع تعاليم الإسلام. لذلك قل أن تجد إنسانا ملتزما بما أمره الله به سبحانه وتعالى ولديه مشاكل نفسية أو كآبات، لأن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نلجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد فيه إنسان جالس في المسجد مهموم حزين، أبو أمامة، فقال الحديث الصحيح الحديث العظيم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك مهموما يا أبا أمامة؟ قال له: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم غطتني. يعني أنا كئيب، وزي ما أي إنسان المفروض أن تصيد في أي مشكلة يلجأ ويفزع إلى الله، يلجأ إلى المسجد ويتوضأ ويجلس جلسة روحانية مع الله سبحانه وتعالى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا قلتهن قضى الله عنك دينك وأذهب همك؟ قال: بلى يا رسول الله. شوف، الرسول لديه الدواء الشافي بكل سهولة وكل بساطة وكل أريحية، مش هيروح بقى للدكتور النفسي ونام على الشيزلونج ومسجل واحكي لي قصة حياتك، لا، الإسلام منك لربنا على طول، مفيش واسطة، اللي انت عايزه قوله لربنا على طول باستفاضة، خاصة إذا صليت ركعتين لله وأطلت السجود وأطلت الحوار مع الله سبحانه وتعالى وقلت له ما يعن لك، تجد انشراحا في الصدر وطمأنينة لمن لديه عقيدة وإيمان ويقين بأن النافع والضار والكافي هو الله سبحانه وتعالى. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أمامة الكلمات، قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، معنى الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلتهن فقضى الله عني ديني وأذهب همي. دي مشكلة نفسية من مشاكل الإنسان التي تدعو إلى الكآبة، إنسان لزمته الديون والهموم، فهذا أدعى إلى التقوقع والاكتئاب. وبعدين عندنا الصورة العظيمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك؟ شوف الآية: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودع. الآيات: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضال. كل ده القرآن اللي هي جمعته الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بمجرد الإنسان أن يتوضأ ويفتح المصحف ويتحدث مع الله بيقين، هذا فيه أريحية وهذا فيه شفاء. وهذا هو الدين الإسلامي الذي دين روحاني، عشان كده قالوا الصلاة معراج روحي، كل صلاة تؤديها إلى الله وتقيمها إلى الله تعرج إلى السماوات العلى كما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ليس فيه كآبة، ليس فيه أمراض نفسية، ليس فيه تقوقع.
نحن نؤمن بالطب وبالعلم وأن الإنسان إذا أصيب بمرض عضوي عليه أن يذهب إلى الطبيب ويأخذ بالأسباب، ولكن الأساس قبل ذلك وبعده تكون علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة متصلة، يعلم أن الكافي هو الله، أليس الله بكاف عبده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا تقنطوا من رحمة الله. لذلك وصفهم الله في سورة العنكبوت والذين كذبوا كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. هل أنت تيأس من رحمة الله؟ وعندنا في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم، آية معجزة سورة الحديد، والله آية معجزة. ما أصاب من مصيبة، والمصيبة هي كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها يعني نخلقها، إلا مكتوب عند الله أزلا، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها إن ذلك على الله يسير. وبعدين لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تحزنوا على ما أصابكم وتقعد بقى ده اشمعنى أنا، ولا تفرحوا بما آتاكم، يبقى عندك أشر بقى. والله لا يحب كل مختال فخور، يعني كل ما يصيب الإنسان وبعلم الله فعلى الإنسان أن يلجأ لخالقه، زي ما قلنا وعلمنا مشايخنا رحمة الله عليهم، المهندس اللي بيصنع قلم يديك كتالوج عشان لو حصل عطل بتفتح الكتالوج تشوف العطل حصل فين. فإحنا الآلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، نحن لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله وهو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فعلاجك عند الله، لأن الداء من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان داء متعلقا بالقلب أو بالنفس، شيء نفسي، فتلجأ إلى الله فهو الذي لديه الدواء، والدواء هو في القرآن الكريم واتباع تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. فعلى الإنسان أن يلجأ ويفزع إلى الله حتى يكون سليما مطمئنا مستقيما مع نفسه، لديه سلام نفسي، فلا يعاني من مرض نفسي أو من اكتئاب أو يرمي نفسه من فوق جبل أو يشرب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي يلجأ إلى هذه الأمور ليس لديه ثقة بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتفائل، وزي ما قال إيليا أبو ماضي، أيها ذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، كيف تشكو وأنت أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. ثم يقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، والجمال يكون باللجوء والانصياع والالتزام بما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. وردتنا بعض الأسئلة من حضراتكم نجيب عنها، الأسئلة التي تحتاج إلى وقت قصير صفر نجيب عنها، مسؤول زي علامات الساعة، سائل السؤال أو سائل السؤال مشكورة، إن شاء الله سوف نفرد لها حلقات، إن شاء الله سوف نتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله، لأنه موضوع مهم وموضوع مثير. ويا جماعة الحاجات الأخروية ديت علينا أن نعتبر بها ونعمل لها، لأنها أشياء حقة وأخبر عنها الصادق المصدوق، فلا بد أن نصدق بها، وسوف نفرد حديثا لهذا الموضوع إن شاء الله. أما باقي الأسئلة، أخت كريمة بتقول لو أنا ماشية في الشارع ولقيت مبلغ مثلا 4000 جنيه أخذ ولا أسيب؟ أولا أنت التقطتين الأرض، فدي أصبحت لقطة، حكمها في الإسلام حكم اللقطة. حكم اللقطة حضرتك لو أنت لقيتها جنب مسجد أو حاجة لازم تخبر أنك لقيتي مبلغ من المال قدره كذا كذا كذا، بإعلان على الفيس أو ورقة تتعلق أو توصلي لإمام المسجد الثقة، أنا لقيت مبلغ إذا حد سأل عليه
والله هو بقى هيتولى وعارف الامر الشرعي، وحضرتك هتبلغي عنه في الفيس، بس طبعا مش هنقول المبلغ كام، هنقول وجد مبلغ من المال في كذا كذا كذا. ثم يظل هذا المبلغ أمانة عندك حتى يظهر صاحبه، فإن لم يظهر صاحبه في غضون سنة حضرتك هتتصدقي به. وإن كنت أهل لهذا المال يعني محتاجاه وتوافرت الشروط وانقضت المدة، إن كنت في حاجة له هتاخديه، بس لو ظهر له صاحب بعد الفترة ديت حضرتك ملزمة إنك تردي المال. لكن قال العلماء يظل عندك سنة أمانة، وخلال هذه السنة تنشري وجدت مبلغ من المال في الحتة الفلانية، من يأتي بأوصافه فسوف يأخذ، لما يكون مال متقوم يعني حاجة تستاهل. برضو حاجة غير مقومة يعني حاجة بسيطة نفس الكلام، بس يكون ردها أسهل يعني، نفس الحكاية يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن طبعا حضرتك لقيت مبلغ من المال طبعا لازم هتلتقطيه ويصبح أمان، مش هتسيبيه بقى طبعا لأن حضرتك ثقة أو اللي ثقة، فهيلتزم بالتعليم دي إن شاء الله، وربنا يتقبل وربنا يجعلنا من أهل الأمانات. لأن الأمانة يا جماعة شيء مهم جدا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعرضت عنها السماوات بعد أن عرضها الله عليهم عرض تخيير لعلمهم بعظمها ومشقتها وحملها الإنسان. فالأمانة شيء جامد جدا جدا، سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، خاصة إذا كان متعلق بالأموال أو الأعراض. حرام الرجل لو غسل زوجته. الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غير زوجاته. فاستشهد العلماء من هذا الحديث أن المرأة يجوز لها أن تغسل وتكفن زوجها إن كانت تعلم كيف تغسله أو كيف تكفن. ورد أيضا أن السيدة أسماء بنت عميس هي التي غسلت سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأوصت السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بأن الذي يغسلها هو زوجها سيدنا علي بن أبي طالب. ومن هنا استشهد العلماء بأنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، واقتصر العلماء على هذا الأمر، الزوج والزوجة يعني. في مذهب تاني يقول أن العلاقة الزوجية بتنقطع بالوفاة، لكن هذا الرأي أن المرأة هي التي تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته هو الرأي الراجح، إن علم كيف يغسل وعلمت كيف يغسل، فإن لم يعلم فهناك أناس مختصون بهذا الأمر هناك. واللهم ارحمنا إذا وصلنا إلى هذه الساعة يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. حكم وجود النساء في دفن المقابر، العلماء اتكلموا كتير عن الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. في حديث آخر: منع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور. صفوة القول وقول العلماء أن المرأة لها أن تحضر الجنائز وتحضر تزور القبور طالما التزمت بتعاليم الإسلام، لم تشق جيبا ولم ترفع صوتا وبأمر الاحتشام وعدم الزينة وعدم تلتزم بتعاليم الإسلام، لأن للمرأة ما للرجل من العظة والاعتبار إذا ذهبت إلى المقابر للعظة. والذهاب للمقابر للعظة أمر مندوب لكل إنسان، حتى يعلم الإنسان أنه مهما طوف ومهما طاف بالبلاد ومهما صعد ونزل فمآله إلى هذا المكان. فهذا الذي يحضر في ذهنه عندما يذهب إلى المقابر أو يحضر الجنازة، لا بقى الاستعراض واستعراض الملابس، لا، هو يكون للعظة. فإن تنافى شرط العظة فتؤذر يعني، تكون تأخذ وزر. إن لم يكن الذهاب إلى المقبرة بغرض العظة والاعتبار والمعنى الذي ذكرناه، فإنها ذهبت لأي غرض غير ذلك تأثم. لكن ذهبوا إلى المقابر للعظة والاعتبار في أي وقت لا شيء في ذلك، كما قال العلماء الثقة والله سبحانه وتعالى أعلم، دون تشدد ولا دون تفريط يعني. حكم وجود النساء دفن الميت، خلاص كده. السيدة فضلية أجمع نية صيام مع شهر رمضان. قال هم العلماء أسواب بستة من شوال، فطبعا يجوز برضو مع العشر أيام إذا كان عليها
صيام من رمضان يجوز أن تنوي الصيام اللي عليها مع نية العشر أيام من ذي الحجة، فعشر أيام ذي الحجة سنة أو مستحب يعني، لأن لم يرد فيها نص قاطع بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة. النص الوارد في صيام يوم عرفات اليوم التاسع من ذي الحجة. أما باقي الأيام فهو من الأعمال الصالحة التي تستحب في هذه العشر الأيام التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله، فلها أن تجمع بين نيتين، قضاء ما عليها من رمضان وصيام العشر أيام. ونريد أن ننوه إلى أن صيام العشر أيام من ذي الحجة لم يرد فيها نص صريح، وإنما الوارد في اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، والله سبحانه وتعالى أعلم. علامات الساعة إن شاء الله نفرد لها موضوع. لو شخص كان بيعمل ذنب أو معصية بس ما كانش عارف، طبعا ما كانش عارف، هو طبعا يدخل في السهو، ورفع القلم عن أمتي اللي هو منها السهو يعني، ما يعرفش، ولكن يأثم إن لم يسأل، يعني لا يتمادى في هذا الأمر طالما شاكك فيه، يسأل اللي بعمله ده حرام ولا حلال. لو تمادى بقى من غير سؤال أهل الناس المختصين، هو يأثم بقى، يعني هو بيعمل حاجة مشتبه فيها مش عارف حرام ولا حلال، فيروح يسأل بقى، مش يتمادى ويسيب نفسه، لا يسأل. خلاص سأل وعرف ان الأمر ده حرام، يتركه بقى وربنا يعفو عنه فيما مضى، ربنا يسامحه فيما مضى، لأنه لم يكن يعرف، لأنه كان يجهل هذا الأمر. خلاص كان حلال خلاص فيثاب، شوف بقى رحمة الإسلام، هيثاب إذا كان الأمر ده حلال، ولن يعاقب إذا كان حرام طالما لم يعرف حكمه أنه حرام، لم يعلم بحرمته. لكن العيب ألا يسأل، لابد أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودواء العي السؤال، الإنسان لو إذا جهل شيء لابد أن يسأل، ومش عيب. اللهم صل على وسلم. حكم صبغ الشعر للرجال، حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة أتى بأبي قحافة، لعله أبو سيدنا أبو بكر الصديق، بعد فتح مكة ورأسه مثل الثغامة من البياض، يعني رأسه شعر كله أبيض بياض زي القطنة كده يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد، يعني اصبغوه بأي حاجة واجتنبوا السواد. حكاية بقى السواد اختلف فيها العلماء، اللي هو يبقى كده حكم صبغ الشعر مباح أو أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم طالما يجتنب السواد. حكاية السواد بقى، قال لك لأن السواد لما الراجل الكبير لشعره بيض هيصبغ شعره بالسواد هيبقى فيه غرر، يعني هيغتر الناس بمنظر يحسبوه شاب. لذلك قال العلماء: لو شاب شعر أبيض في مقتبل الشاب له أن يصبغه بالأسود؟ قالوا: لا شيء في ذلك، يصبغه بأي لون غير الأسود جائز كما قال العلماء. طيب إذا أمن الغرر أجاز العلماء بصبغه باللون الأسود، فصبغ الشعر جائز. وقال العلماء بأنه سنة إذا بلغ الشعر بياض، بس بأي لون غير اللون الأسود كما فعل بأبي قحافة. المرأة مثل الرجل لها أن تصبغ شعرها، ومعلوم أن المرأة لا يظهر شعرها إلا لذوي المحارم، فتصبغه في بيتها بالأسود أو بغير الأسود، لكن الأسود خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجال. أما المرأة فلها أن تصبغ شعرها، وطبعا معلوم أن المرأة لن تظهر شعرها لغير زوجها أو غير المحارم. هذا ما قاله العلماء بعد قراءتنا للفتاوى المعتمدة الأزهر الشريف، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننسى أن ندعو لإخوتنا وأبنائنا طلبة الثانوية العامة، وفقهم الله، وفق كل الطلبة والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله.